يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة فيها ما لا أذن سمعت، مع أن الله قد وصف الجنة والرسول صلى الله عليه وسلم قد وصفها؟ فيها أشياء لم ترد في وصف الله ولا في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم، أشياء خفية لم يذكرها الله ولا رسول، لا تعلم نفس ما أخفي لهم. إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هناك أشياء لم تبين للناس لأنهم لا يتحملون، عقولهم لا تتحمل هذه الأشياء. نعم.